مصر عربية ولا مش عربية؟ في طابور المدرسة كنا دايما متعودين نهتف الهتاف اللي بيقول تحيا جمهورية مصر العربية، بس الكلام ده مش بيدخل على بعض الفئات القومية اللي بيشوفوا ان المصريين اصلهم فرعوني ولا يموتوا للعربية بصلة. كل شعل الموضوع اكتر الايام الاخيرة ان براند بتاع ملابس اسمه كيمت بوتيك عمل تيشيرت مكتوب عليه بالعربي مصري مش عربي، مصرية مش عربية. فالموضوع سخن اكتر على منصة اكس اللي هي تويتر سابقا، والناس تفاعلت وعملت هاشتاج مصري مش عربي، وقالوا انهم بالمشاركة دي بيوعوا المصريين بالناحية التاريخية والثقافية والقومية اللي لازم يكونوا على دراية بيها. وفي حساب اسمه وعي مصر نزل شوية قواعد لاساسيات القومية المصرية، زي مثلا ان مصر ملهاش دين معين، وان اللغة العربية ما ينفعش تكون المعيار الوحيد لتصنيف الشعوب، وضربوا مثال بدول غرب افريقيا اللي بيتكلموا فرنساوي، وقالوا يعني هم كده فرنسيين. قام الفريق الثاني مسكتش ونزل بالمادة الاولى من الدستور المصري اللي بتقول جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية. انت بقى رأيك ايه؟